frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. صباح الخير لكل مشاهدينا يلي انضموا لنا اليوم الجمعة بخمسة كانون الثاني 2018، وأكيد بعدنا بأجواء عيد الميلاد، وبدنا نتمنى ميلاد مجيد لكل الطائفة الأرمنية يلي الليلة عيد ميلادهم، وأكيد منوعدهم بحلقات خاصة بهالمناسبة خلال الويكند. أما نحن نهارنا فهو فيه الفقرات الثابتة يلي معودين عليها، ودايما منقول أنه الروتين منا شغلة غلط، إنما الروتين بتخلي الانسان يكون مرتاح، يكون عنده هالكومفورت زون يلي معود عليها، ان كان من ناحيه شغله، هالوقت يلي معود عليه، ان كان من ناحيه المدارس للاولاد، وايضا من ناحيه الزيارات، الاشخاص يلي معود يشوفهم باوقات معينه. كثير حلو هالموضوع، في ناس بيشتكوا يمكن وبيقولوا زهقنا، اكيد مش غلط من وقت لوقت نكسر الروتين، ولكن الروتين هي دائما نوع من توازن بحياه الانسان. ونحن اكيد بلايف عندنا هالنوع من الروتين مع بعض، التجدد بكل فترة لفقرات جديدة وأكيد لضيوف جديد. اليوم مثل العادة ومثل كل نهار جمعة فقراتنا الثابتة هي تارو على الساعة 12 مع زينة نمرود، كابلز وماي رايتس بمواضيع جديدة، بالإضافة لفقرات تينا. خليني أشوف شو هن. بونجور تينا. الروتين لا، في روتين بالتيف كمان. لا مش معقول، يعني هيدي ما صارت، نفس التيف ونفس الستيل نفس الالوان. كنا عم نحكي هلا تحت الهواء انا وراني انه الصدفه، شو هي الصدفه؟ لازم نعمل يعني دراسه على هيدا الموضوع، لانه كثير بتصير بيناتنا نحن الزملاء بالاستوديو، ما بعرف اذا الروح على الروح مثل ما بيقولوا، بس شيء مضحك يعني. انا دائما بقول ودائما بننتبه يعني انه مش بس نحن كزملاء هون، ولكن اوقات كل الناس وين ما بتروح بتلتقي لابسين كلهم اصفر، لابسين كلهم اخضر، لابسين كلهم جينز مثلا لليوم، فضروري انه نعمل ابحاث عن هالموضوع تينا، نشوف شو قصه هيدا المود اللي بيكون لابق مع بعضه. شو عندنا اليوم؟ اليوم رح تكون معي ناتالي بايت سمارت، ورح نحكي عن الماكولات يلي بنتناولها بعيد الغطاس. بكره اكيد عيد ميلاد كمان، ولكن كمان عيد الغطاس، فرح نحكي عن هيدا الموضوع بايت سمارت، ودلال رح تكون معنا اليوم بالكوكينج. يعني حلوه اجواء الاعياد تينا، اكيد وحلو كمان عم نجرب هيك نمدها قد ما فينا. مزبوط، يعني قبل 6 جانفي ما بيكون، يعني بيكون بعدنا بالجو، حتى هون بالاستوديو بعدنا بالجو والموسيقى والاغاني وكل شيء، فحلو هيدا الموضوع. أكيد. وحلو كمان انه هالمناسبات الدينيه بتخلينا نرجع نروق شوي، نرجع نفكر باشياء اعمق من يلي نحن بنعيشها كل يوم، لانه ريتم الحياه صاير كثير سريع. كمان توديع على الفرصه، لانه بنعرف انه المدارس اكثريتهم ببلشوا نهار الاثنين رانيا، فكمان بنرجع بنفوت بروتين اخر. كثير انبسطوا فيكي هلا الاولاد اللي عم يحضروا. عم نذكرهم انه ذكرتيهم بالفاجعه اللي ناطرتهم. عم نذكر الاهل كمان. لو نبلش انا وياك بي اب تو ديت مثل العاده، خليكم معنا. As long as you love me so, let it snow, 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 let it snow. موضوع اللاجئين بعده موضوع شاغل كل اللبنانيين، طبعا نحن بنحب انه نكون عم نساهم بها الامور الانسانيه، ولكن صار الموضوع عبء شوي على اللبنانيين، ان كان من الناحيه الاقتصاديه او الاجتماعيه او حتى الامنيه. ولكن مؤخرا فاجات الارقام يلي اعلنت حول التراجع الكبير باعداد اللاجئين الفلسطينيين وايضا النازحين السوريين بلبنان الاوساط والمراجع اللبنانيه الرسميه المعنيه. صحيح بانه هالارقام احدثت صدمه نفسيه إيجابية للوهلة الأولى نظراً للأثقال الهائلة اللي عم بيعاني منها لبنان جراء هالملفين، ولكن هاللحظة الإيجابية ما دامت كتير من بعد ما ظهر بأنه الأجهزة أجهزة الدولة اللبنانية ما عندها أي معلومات حقيقية بهالإطار، لا بل بالعكس الأرقام الرسمية اللبنانية بعدها عم بتشير لوجود نحو 450 ألف لاجئ فلسطيني موزعين بين المخيمات الفلسطينية ومناطق أخرى خارجها.
وإلى نحو 1,700,000 نازح سوري من بعد وصول أعداد جديدة عبر المسالك غير الشرعية يلي حلت مكان بضعة ألاف من النازحين يلي رحلت بمراحل سابقة ووفق ظروف معينة. البعض ربط تعمد توزيع الأرقام المخفضة باقتراب تسوية فلسطينية إسرائيلية عم تسعى لها إدارة دونالد ترامب، وبتتضمن بأحد شروطها الأساسية توطين فلسطينيي الشتات في البلدان الموجودة فيها، إضافة لوجود هدف ثاني، تخدير شكاوى اللبنانيين وقلقهم من عبء الأعداد الهائلة للسوريين بلبنان ويلي عم بيشكل هاجس اجتماعي واقتصادي وأمني. والمعروف بأنه العاملين الفلسطينيين والسوريين تم استخدامهم بكثير من الأحيان بالداخل اللبناني تحت عنوان النزاع العنيف، النزاع الإقليمي العنيف. ومن هالزاوية في أشخاص بدهم يحافظوا على هالورقتين لاستخدام وحدة منهم أو بركة الاثنين سوا لما بيصير في ظرف إقليمي. وصار طبيعي بانه عم تتعسر القوى الامنيه اللبنانيه على كثير من الاسلحه داخل خيام النازحين، والاخطر بانه هالسلاح كان عم بيمول شراءه من خلال حوالات ماليه مصدرها تركيا والخليج عبر البريد السريع. رح ننتقل رانيا لكان بفرنسا. اختيرت الممثله الاستراليه كيت بلانشيت لتترأس لجنه التحكيم بالدوره المقبله من مهرجان كان السينمائي. نالت بلانشيت اشاده واسعه بعد ما لعبت دور الملكه اليزابيث الاولى بفيلم اليزابيث سنه 1998، ونالت 3 جوائز جولدن جلوب. بعد شوي رح يعلنوا عن باقي اعضاء لجنه التحكيم للدوره ال 71 من المهرجان يلي بيصير بين 8 و19 أيار. بتتولى بلانشيت رئاسة هاللجنة التحكيم من بعد المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار يلي قدمت لجنته السنة الماضية جائزة السعفة الذهبية للفيلم السويدي الساخر The Square. ويشار أنه كيت بلانشيت واحدة من نجمات هوليوود يلي أطلقت مبادرة تايمز أب لمحاربة التحرش المتفشي بصناعة السينما الأمريكية وخارجها، وحصلت على جائزة الأوسكار مرتين، أول مرة بسنة 2005 عن فيلم The Aviator، وثاني مرة سنة 2014 عن فيلم Blue Jasmine. مش غلط. تعرضت بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسخرية بسبب كسر البروتوكول السائد بالأوساط الرئاسية الفرنسية. بيفرض البروتوكول على السيدة الأولى بأنه توقف خلف الرئيس وليس إلى جانبه ولا حتى أمامه، وقال منتقدوها بسخرية بأنه هي عم تتصرف كملكة فرنسا ماري أنتوانيت يلي حكمت البلاد قبل الثورة الفرنسية. وبعد 8 أشهر من انتخاب زوجها رئيس لفرنسا، يبدو أنه السيدة الأولى بترفض بشكل قاطع بأنه تكون بمكان متراجع عن زوجها. وقالت بريجيت لإذاعة فرنسية بأنه المرأة لا يجب أن تكون بالخلف، مشيرة للبروتوكول القديم يلي بعده لليوم سائد بفرنسا. قال أحد المنتقدين أصبح أكيد اليوم بأنه هي منا منتخبة ولكن هي بتعتبر نفسها ملكة فرنسا. بالمقابل دافع كتير آخرين عن بريجيت ماكرون، اعتبر البعض بأنه يلي عم تتعرض له بيندرج بإطار التمييز الجنسي. 100%. شو قولي كاتينا؟ أنا معها 100%. وبعده البروتوكول قديم كمان 100%. بعده قديم. مش بس عنا. الأسئلة بدها تتجدد. استولى لصوص على كنوز هندية بيملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة القطرية خلال عملية جريئة بقصر دوج بمدينة فينيز بإيطاليا. حصل هاللصين على أقراط وبروش باليوم الأخير من معرض دام 4 أشهر، وعرضت خلاله 270 قطعة هندية بتعود للقرن الخامس. ولكن لم تكن العناصر المسروقة من بين المعروضات البارزة بالمعرض، ولكن الشرطة قالت أن المسروقات مصنوعة من الذهب والبلاتين والألماز. وبتقدر التقارير الإخبارية قيمة هالمسروقات بملايين الدولارات، فيما ذكرت مجلة فوربس أن المسروقات مش موجود مثلها على سطح الأرض. وقالوا المحققين أن اللصوص استولوا على الكنوز الهندية بعد ما تمكنوا من تعطيل نظام الإنذار. وقال رئيس مفوضية الشرطة من الواضح أنه عم نتعامل مع لصوص ماهرين لأنه تمكنوا من إنجاح عمليتهم بالرغم من أنه جميع غرف القصر مجهزة بتكنولوجيا متطورة للحماية. مش موجود منها على الأرض.
Imagine. حبيت قدي نادرين يعني هالقطع وكيف قدروا يعني بتعرفي هلا السكيورتي سيستم قد ايه بيكون قوي بده يكونوا بروفيشنالز هول ماهرين جد مثل الافلام مثل الافلام رح ننتقل لاخر خبر لليوم بدات مقاطعه ستافوردشاير بريطانيه بتطبيق قرار بيفرض غرامه ماليه بتوصل ل 162 دولار امريكي على اهالي التلاميذ المتاخرين بالوصول للمدرسه رح بيجبر الاهل على دفع الغرامه بحال تكرار تاخر التلميذ او التلميذه عن الحضور لعشر مرات خلال ثلاث اشهر ذكر القرار ايضا بانه في حال تاخر دفع الغرامه عن مده اقصاها 28 يوم رح بيواجه الاهل فرض الغرامه القصوى يلي بتوصل ل 3380 دولار او السجن لمده بتوصل لثلاث اشهر اوضح احد اعضاء مجلس المقاطعه بانه قرار المحكمه العليا بيهتم بشكل واضح بحضور الطلاب اليومي لانه غيابهم عم بياثر على ادائهم وعم بيعطل بقيه طلاب الفصل بحال محاوله المتاخرين انه يلحقوا تعليميا زملائهم ويعد هالقرار نتيجه لسلسله من النقاشات يلي تمت بين المقاطعات بتقضي بضروره تحمل الاهل المسؤوليه الكامله لتاخر او غياب الطلاب. قد ايه بتعرفي اشخاص رانيا بيوصلوا اولادهم مؤخرين؟ انا بعرف كثير ناس يعني هلا هون بلبنان بفتكر منا عبره لانه اول شيء المدارس بعاد عن البيوت ما في قانون بيجبرهم انه يكونوا قريبين ايه بس في اشخاص كمان ما بيلتزموا بالوقت وانا بحط المسؤوليه 100% على الاهل مش على الاولاد صح بس انه ما بعرف قد ايه بيستاهلوا هالغرامه يعني كمان الاهل اللود يعني يمكن بيعطوهم مجال او ورنينجز او تخيل ستريس أكيد. يلي على الاولاد ويلي على الاهل في سجن بتضايق ما بعرف قد ايه درسوه تربويا هذا الشيء ونفسيا يعني نفسيا ما ندرسه كمان رح ننتقل لصورتنا اليوم من بشر الارز اكيد ثلجي بعد كل هالعواصف اللي عم نعيشها اليومين ولكن صار وقت نشوف الثلج بلبنان طقسنا اليوم كمان مستمر بالغيوم والمطر الحراره ماكسيموم بال19 عم يحكوا هون بيروت فاكيد بالمناطق الجبليه بدكم تنتبهوا على الطرقات في شتاء في شوي تصحيط اكيد بس عم يوصل دائما نوتيفيكيشنز وين عم بتكون عم تنفتح الطرقات يعني يوم الصبح قالوا انه زحله وترشيش مفتوح الطريق لانه عم بيكون في عمل دايم صراحه حتى بالليل لحتى تكون الطرقات كلها سالكه بس على الاكيد يعني بنرجع بنقول بليز الكل ينتبهوا على الطريق لانه ننتبه كمان في كثير اشخاص يمكن بيهم لانه يهتموا بسياراتهم راني على باب الشتويه يعني انا وحده منهم كثير قليل ما برافو تينا لا مش السياره بس كثير قليل ما بفحص الدوليب برافو تينا وهذا كمان سبب الواحد انه يزحط فهيك في قصص تبس صغيره الواحد اذا بيلتزم فيها شو هاي؟ لا تينا ما بدنا نسمع هيك شيء بقى رح نرجع نعمل فقرات نذكرك بضروره صيانه السياره عن جد فعلا هيك 100% لانه هي من قوانين السلامه على الطرقات اهم شيء يعني بهيك طقس يعني بدل ما نلوم الاخر كل الوقت بنلوم الدوله وبنلوم البلديه لا المسؤوليه علينا اكيد اكيد ثانك يو لك تينا نحن بنشوفك بعد شوي رح ننتقل لاوتو فوكس وبنرجع